السلام عليكم شاشة الصين، معكم طلع كيلر. اليوم جايب لكم تشكيلة مرة بطل. رجعنا نظام التشكيلات من أيام فيفا 14، كنا على الشهادة أو فيفا 13 والله ما أذكر بالضبط، لكن 15 قطعنا و 16 قطعنا. فإن شاء الله راجعين للتشكيلات والأشياء المرة قادحة. اليوم جايب لكم تشكيلة مرة جامدة. يعني أنت تحب الدوري الإنجليزي أكيد، وأنت تحب الدوري الإيطالي من ناحية الدفاع، من ناحية الهجوم، من ناحية الوسط واللمسات هذه، فكلنا نحب هالشيء. كلنا نحب الدوري الإسباني، لكن اليوم جايب لكم تشكيلة ميكس بين انجليزي وايطالي. تشكيله من ناحيه دفاع، من ناحيه وسط تيكي تاكا، من ناحيه هجوم يجوم يلسع يا ابو. خلونا نبدا التشكيله. التشكيله هي بخطه 4 4 2، تشكيله غاليه ورخيصه. هو المشكله الغلا ذا كله، وليش تشكيله المفروض اصلا لو تسويها فيفا 16 ولا فيفا 15 رخيصه مره، لكن المشكله كلها من فيفا 17 او اسعار مره نار مره. فانت تشوفون سعرها بالعنوان نفس المقطع، عنوان المقطع. فالحين راح اوريكم التشكيل. نبدا بحراسة المرمى، راح يكون الحارس الممتاز نيتو. هذا مع حارس اليوفنتوس برازيلي، شيء مره كويس، راح يضبط الكيمستري عشان نخلي الكيمستري 100%. واشوف انه كويس، ما يحتاج انك تجيب بوفون، مع انه بوفون برضه كويس، هذا شيء معروف، لكن انصحك تجيب الحارس، يعني مو بغالي، مره رخيص، يمكن تقريبا سعره 1800 او 1500 كوينز. فاخذ الحارس هذا مره ممتاز راح ينفعك. الدفاع الايسر انا اشوف ما في غيره، لازم تاخذه. كليني مرة مبدع، لازم تاخذه، سواء معك فلوس او ما معك دبر، والله جد كليني مرة راح يفيدك، هو صمام الامان لتشكيلتك. الدفاع الايمن خذ كاهل، ما ادري انت عقده، خذ كاهل لان الدفاع مرة ممتاز، مرة ممتاز كاهل وكليني. صح ان كاهل سرعته 67، لكن لازم نجيبه، وهو اصلا مبدع معي عشان الكيمستري، انه راح يكون في لاعب سي ام، لازم كيمستري 100%. كيف تسوي شيء هذا؟ فلازم تسوي نفس التشكيله هذه. اذا انت عندك اضافات شيء كذا قلها بالكومنت لنا. الاربي نحط لاعب، شوف انا لازم غالي وما ادري وشو سرعته كم، سرعته من هذه اللي نحتاج من الاربي. صح نبغى دفاعي شوي، لكن في التشكيله ما يحتاج اربي، خذ لك سريع، البي خذ لك سريع، فهمت؟ او خذ لك شيء يضبط مع الكيمستري. فالاربي هذا ضابط مع كذا كمستري وسريع مره ممتاز، معطيني اخضر، شيء اخضر كمستري اخضر، فمره ممتاز. الالبي هنا راح ناخذ لاعب اليوفي اللي هو اليكس، 87 من ناحيه سرعه، من ناحيه انه يشبك مع كليني يشبك، واصلا لاعب مره ممتاز. صح انه غالي شوي، سعره 17000 كوينز، لكنه يستاهل، والله يستاهل. طيب الحين راح نبدا بالسي ام. السي ام هذول الاثنين بالذات لا تغيرهم، نصيحه مني، السي ام بالذات لا تغيرهم، هذول الاثنين من يعني كليني وكاهل والسي ام، اثنين دول لا تغيرهم. الباقي تبغى ار بي، البي، تبغى تعدل شيء كيف كنت في وجهه نظرك، لكن اشوف التشكيله كذا مره ممتازه. نحط السي ام مثلا، السي ام هنا راح يكون همسك مره ممتاز، دائما هو ياخذ ثاني افضل لاعب، وراح اقول لكم اللي ياخذ افضل لاعب دائما. لعب ثلاث مباريات كلها فوز، راح اوريك النتائج بعد التشكيله هذه. همسك لا تغيره لانه يضبط، يعني يعطينا خط اصفر فشيء كويس. هنا احط اوسكار اللي ياخذ افضل لاعب دائما عندي، والله ما ابالغ، ولا اني انا تشلساوي اصلا، ترى انا والله ما اشجع تشيلسي، لكن جد اوسكار دائما، يعني لعب ثلاث مباريات في التشكيله هذه، هو ياخذ افضل لاعب في العالم، هو ياخذ افضل لاعب في المباراه دائما. ما ادري يمكن انا احب لعبه، لا مع اني ما العب يعني عادي، انا احب العب اي شيء، احب اتكتك، احب اناول، احب امرر، احب اركض، بس ما افكر اني اخلي اوسكار هو بالذات، لكن اوسكار شيء مره مجنون. طيب عندك الار ام هنا، جيب نفس سريع 88، هذا تحتاجه من ار ام، سريع كويس، صح دفاع خايس لكنه كويس ممتاز، انصحك تاخذه. عندك ال ام هنا انسيني مره ممتاز، مره قادح، مره بطل، 89 سرعه، شوت 72، الباس عنده 79، عنده دريبلينج 88، فشيء مره بطل، فانصحك تاخذه. وعندك الاستي شوف في مشكله نحت عن التناغم زي كذا، لكنهم مره جبارين. الاستي هنا راح يكون في الدوري الايطالي، راح يكون باكا مره مبدع، مره سريع، صح سرعته 85 مو بذاك السرعه اللي مره سريعه، لكن مره ممتاز في الملعب، في الملعب يعطيك السرعه اللي تحس انها سرعتها 90، والله جد تسحيب من ناحيه لف، من ناحيه ذا مره بطل. الاستي هنا راح تقول يا طلال ما لقيت الا ذا، انت مجنون، اللي من ناحيه الدوري الانجليزي تقول لي مجنون يا طلال، قلت له هذا وين؟ والله عندي ملايين الدنيا ما شريته. جد بيريز صح انه قوته 81، سرعته سيئه، الهجوم لازم تحتاج سرعه اغلب اللعيبه، لكن بيريز انا من نفسي مبدع عندي، مبدع والله مبدع، لا تسالني كيف، انا مبدع.
يضرب لي بعضيهم راس، بعضيهم يكمل يعني شوت باك يكمل هو، يعني يتمركز تمركز جامد. طيب عندك تقول لي ما عجبني بيريز، طيب شو اسوي؟ انصحك تخليها كذا. الحين راح نختار المدرب عشان يضبط الكيمستري، عشان نضبط زي كذا راح نختار مدرب من الدوري الايطالي عشان يعطينا افضل كيمستري 100%. لكن راح تلاحظ شيء، بتقولي طلال يا اخي ليش كذا يا اخي، في طريقه ازين. انا اشوف انك كذا خلها باكا راح تكسب، لكن راح تلعب 10 مباريات تقريبا، لعبت منها الحين ثلاثة راح يعطيني 8 فوق الثمانية. انا اشوف انه مره ممتاز، ما يحتاج انك تخليه 10 من 10 او 9، فانا اشوف 7 وتلعب 10 مباريات 8، مع انه باكا قسم بالله انه 10 يوم في الملعب مبدع لي مره مبدع. المهم نرجع لموضوعنا بيريز. الحين هذا بيريز ما عجبك، تقول لي طلال مره سيء، انت مره سيء في الهجوم، انت يرحم امك وارحل. لا، خذ لك واحد، خذ لك لاعب مره قاعده راح اقول لك منهم. نصيحه مني، خذ لك موسى هذا قسم بالله احس انه جلتش فيفا 17، سريع ويسحب وكل شيء. فاذا انت بيريز ما عجبك، خل موسى بالاحتياط، كمل احتياطك بعدين سوي كذا نظام تبديل وخلاص. فهذه التشكيله اللي انصحك فيها انك تسويها وتجربها، لاني لعبت 3 مباريات. اول مباراه اللي تشوفونها قدامكم الحين فزت فيها 4-0 وطلع على طول دقيقه 23 دي 24 والله ما ادري كم بالضبط، على طول طلع يا ود قلت انجنيت بالتشكيله. ثاني مباراه فزت كم 2-0 وطلع برضه، طلع الشخص نفسه طلع. ثالث مباراه فزت 1-0 لكن ما طلع الشخص، يعني استمر لنهايه المباراه. وبس هيك عندي، اتمنى يعجبكم المقطع ونال رضاكم. لا تنسوا تضغطوا زر لايك وتشتركون بالقناه اذا ما كنت مشترك. اتمنى عجبتكم التشكيله، واتمنى انكم ما قصرت يعني بطرح التشكيله هذه، ولا زبده عجبكم المقطع ان شاء الله. ومع السلامة، انتظرونا المقطع بكرة بإذن الله.